أوروبا تستفيق وبدأت تدريجيا تهضم هذه الصدمة التي تسبب بها الاجتياح الروسي، ولكن هذه المسألة ليست سهلة والحديث عنها دائما يتجدد. الخطط الفرنسية بالفعل طموحة في هذا الموضوع، الفرنسيون أكثر واقعية أو أكثر اندفاعا في هذا الاتجاه، والألمان دائما كانوا مترددين لأن الحكومات الألمانية المتعاقبة هي كانت دائما حكومات أطلسية. الآن لدينا حكومة اشتراكية ديمقراطية، المستشار الألماني يعني بالفعل ما أعلنه أمام البرلمان كبير جدا، ولكن أعتقد أن السؤال الأبرز من أين ستأتي هذه الأموال، بالإضافة طبعا للأسباب التي ذكرتها بأنه ليس جميع أطراف الحكومة موافقة على ذلك. الآن يتم الحديث عن جيش، عن قوات مشتركة، عن صناعات أوروبية مشتركة. ألمانيا لها دور كبير في هذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد أن هذه الاستفاقة ربما تأتي متأخرة، لأن الأمريكيين، أنا لا أعتقد أن الحكومة الألمانية في الوقت الراهن مستعدة لأن تذهب بعيدا عن الموقف الأمريكي. ألمانيا دائما كانت تحتاج إلى الولايات المتحدة، وأكثر رفضا للمقترحات الفرنسية. وعلما أن هذا ما يحدث الآن في أوكرانيا تعتبره الحكومة الألمانية شيئا مهما جدا وخطيرا، ولهذا أعتقد أن الأوروبيين سيذهبون في هذا الاتجاه، ولكن المسألة مرتبطة بأشياء كثيرة تحديدا في بروكسل. أنا أعتقد أن ضرورة تمهيد الطريق، ضرورة خلق أرضية سياسية لهذا الموضوع، وهذا يتطلب في رأيي أن اتفاقية ماستريخت للاتحاد الأوروبي لم تعد ملائمة لهذه الظروف الجديدة، لهذه التحديات، لهذه الأخطار القادمة من الشرق. ولهذا أعتقد إذا أراد الأوروبيون الذهاب في هذا الاتجاه أمامهم عمل طويل جدا، ولكن هذا العمل مشروط أيضا بالتئام، بأن تكون الكيمياء بين الثنائي الألماني الفرنسي أكثر انسجاما، وهذه مسألة صعبة. أعتقد الأوروبيون يعني المسألة مهمة، الاتحاد الأوروبي يريد الذهاب في هذا الموضوع، ولكن كما قلنا هناك صعوبات كثيرة تقف في وجهه على هذا الطريق. تم